بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أبنائي وبناتي طلبة الصف الأول إعدادي، أهلا بكم. إن شاء الله النهاردة مع بعض هنحل أسئلة الكتاب المدرسي وكتاب الامتحان على الدرس الثاني، الوحدة الثانية اللي هي تحولات الطاقة. يلا بينا على بركة الله. أول سؤال: تتحول الطاقة الكهربية إلى طاقة حركية، يا ترى في إيه؟ المصباح الكهربي؟ طبعا لا، ده بتتحول الكهربية إلى ضوئية. التليفون المحمول برضك لا. المروحة تتحول كهربية الحركية، أيوة يبقى دي عندنا الإجابة الصح. الجرس طبعا بتتحول كهربية لإيه؟ إلى صوتية، وبالتالي ما تنفعش معانا، يبقى إذا الإجابة الصح رقم مين؟ رقم ج. الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم، ولكنها تتحول من صورة إلى أخرى حسب قانون، يا ترى القانون ده اسمه إيه؟ أول حاجة عندنا كده قانون بقاء الطاقة، ولا قانون بقاء المادة، ولا طاقة الحركة، ولا الجاذبية الأرضية؟ طبعا مين؟ أول حاجة عندنا اليومين بقاء إيه؟ الطاقة. يتمثل دور التطبيقات التكنولوجية في الدور بتاعها يا ترى في إيه؟ أول حاجة عندنا كده استغلال مصادر الطاقة وتحويل الطاقة من صورة إلى أخرى. الكلام ده صح ولا غلط؟ صح وزي الفل. رقم ب: تخزين الطاقة على نفس صورتها دون تحول. لا طبعا، لازم أحولها لحاجة أنا أستفيد منها، زي مثلا الطاقة النووية حولها لطاقة كهربية. إنتاج الطاقة من لا شيء. لا طبعا، إحنا عندنا قانون بقاء مين اللي هو الطاقة، إن الطاقة تتحول من صورة لصورة تانية ولا تستحدث من العدم، ما أقدرش أطلعها من لا شيء. توضيح أنواع وصور الطاقة. توضيح طبعا لا، يبقى إذا الإجابة الصح رقم مين؟ رقم ألف. في الخلايا الشمسية يتم تحويل الطاقة الشمسية اللي هو ضوء الشمس مباشرة إلى طاقة حركية. مفيش حركة. ضوئية؟ لا. كهربية؟ أيوة، يبقى الإجابة عندنا رقم مين؟ رقم جيم. طاقة صوتية برضك إيه؟ لا، يبقى الإجابة الصح رقم جيم. بما تفسر لجوء بعض الدول للتعاون في تكوين منظمات لحماية البيئة، وهل ترى أننا في حاجة لذلك؟ وهنا بيقول لي حماية مين؟ حماية البيئة. طب ما احنا عندنا بيحصل تلوث وبيحصل آثار سلبية لمين؟ ليه؟ اللي هي التكنولوجيا، تمام؟ طيب، إحنا طبعًا هنا محتاجين للمنظمات ديت علشان تحمي البيئة من اللي هو التلوث الضوئي، من التلوث السمعي، من اللي هو التلوث الكيميائي، كل دي أنواع منين من التلوث بيكون إيه موجودة إيه حوالينا. وضح دور التطبيقات التكنولوجية في حياتنا، ثم أذكر الآثار السلبية لبعضها. أول حاجة اللي هو الدور اللي هو التطبيقات التكنولوجية في حياتنا، زي مثلا اللي هي استغلال مصادر الطاقة، استغلال مصادر الطاقة. حاجة تانية مثلا إن احنا نحول صورة طاقة إلى صورة تانية احنا محتاجينها، تحويل بعض اللي هي صور الطاقة اللي هي موجودة قدامنا يعني إلى صورة أخرى، إلى صور أخرى الإنسان بيحتاجها. ثم أذكر اللي هي الآثار مين؟ اللي هي السلبية اللي بعضها. إحنا قلنا الآثار السلبية زي اللي هي التلوث اللي هو الضوضائي اللي هي الأصوات العالية، تمام؟ عندنا التلوث الكيميائي نتيجة اللي هي المبيدات الحشرية. عندنا التلوث اللي هو الكهرومغناطيسي نتيجة اللي هي الموبايلات واللي هي الأجهزة اللي هي المحمول. كل دي اسمها آثار إيه؟ آثار سلبية. طبعا الأدخان اللي هي متصاعدة من السيارات، كل ديت اسمها آثار إيه؟ سلبية للتكنولوجيا إيه؟ الحديثة. هنحل مع بعض دلوقتي أسئلة كتاب الامتحان. أول سؤال: تحولات الطاقة في البندول البسيط تشبه تحولات الطاقة في إيه يا ترى؟ أول حاجة عندنا كده رقم واحد عندنا المصباح الكهربي. ده المصباح بتتحول الطاقة الكهربية لضوئية وحرارية. طبعا الكلام ده غلط. الدينامو ده بتتحول اللي هي الطاقة اللي هي الحركية الكهربية، برضه غلط. أرجوحة الملاهي، أيوه الأرجوحة زي ما احنا عارفين أو البندول بيحول اللي هي طاقة الوضع إلى حركة والعكس. الجرس برضه غلط علشان بيحول طاقة كهربية لطاقة إيه؟ صوتية. في الشكل المقابل الشغل المبذول على الكرة عند النقطة إيه؟ عند النقطة إيه؟ يختزن في صورة يا ترى. أول حاجة عندنا طاقة وضع ولا حركة ولا حرارية؟ أنا عندي النقطة A والنقطة C، بيتخزن هنا الطاقة على صورة طاقة، طاقة وضع، يبقى الإجابة عندنا رقم مين؟ رقم ألف. أثناء مرور كرة البندول بالنقطة B اللي هي موضع السكون،
فإن الشغل المبذول عندها يساوي طبعا عبارة عن طاقة الحركة. أنا عندي هنا طاقة وضع وهنا في النص طاقة إيه؟ حركة. طاقة وضع غلط، ده الوضع ديت عند الـ A وعند الـ C. الحركة أيوة دي الإجابة الصح، الاتنين مع بعض برضه غلط، يبقى الإجابة رقم مين؟ رقم B. أي من الأشكال التالية يمثل عمود كهربي بسيط؟ مين الصح اللي عند هنا؟ أول واحد عندي كده حمض كبريتيك مخفف، يبقى إذا ده صح. عندي هنا القطبين زي بعض، قطبين زي بعض ينفع ولا ما ينفعش؟ لازم يكون مختلفين، الاتنين نحاس ما ينفعش. وهنا كمان خلي بالنا، بقول لي مركز، هنا نحاس وهنا خرسين وحمض كبريتيك مخفف، إذن دي إجابة صح. رقم د، هنا بقول لي ماء نقي، هل ده ميه ولا المفروض حمض؟ لا، المفروض حمض مخفف، تمام زي حمض الكبريتيك المخفف، وبالتالي دي كمان غلط. يبقى الإجابة الصح رقم مين؟ رقم ج. الطاقة الميكانيكية لكرة البندول عند وصولها إلى أعلى نقطة، إلى أعلى إيه نقطة؟ يا ترى تساوي إيه؟ ما إحنا لسه قايلين هي عبارة عن مين؟ إحنا قلنا عند نقطة إيه ونقطة سي، لسه شايفين الشكل بتاعها؟ قلنا ده قدامنا ده البندول البسيط، قلنا عند نقطة إيه والنقطة سي بيكون عبارة عن طاقة وضع، طاقة وضع هنا طاقة وضع فقط، لأن طاقة الحركة هنا بتساوي صفر. طاقة الحركة هنا بتساوي كام؟ صفر. عندي في النص هنا اللي هي موضع السكون، أثناء مرور البندول عليه رايح جاي بيكون طاقة الحركة أكبر ما يمكن، تمام، وطاقة الوضع أقل ما يمكن، ده فين؟ عند موضع السكون. هنرجع طيب للسؤال، قول لي هنا الطاقة الميكانيكية لكرة البندول عند وصولها لأعلى نقطة اللي هي الـ A والـ C، إحنا لسه قايلين هيكون عبارة عن طاقة الوضع بس، وبالتالي هنا هنختار مين؟ اللي هي رقم ألف، طاقة الوضع فقط. أيوة دي الإجابة الصح. هنا طبعا بقول الحركة، إحنا قلنا الحركة دي فينا حتة عند إيه؟ موضع السكون. صفر غلط، لا توجد، إحنا قلنا الإجابة الصح رقم ألف. في محرك السيارة، محرك السيارة تتحول الطاقة الكيميائية اللي هي متخزنة في الوقود إلى طاقة يا ترى ميكانيكية ولا ضوئية ولا كهربية ولا حرارية؟ هي هتتحول الأول إلى طاقة حرارية، وبعد كده هتتحول إلى طاقة إيه بعدها؟ ميكانيكية، وبالتالي هنختار مين؟ اللي هي إيه؟ حرارية. اكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة من العبارات الآتية: أول حاجة إمكانية تحول الطاقة من صورة إلى أخرى، طبعا ده قانون بسميه قانون مين؟ بقاء الطاقة، قانون بقاء الطاقة. ممكن يجي بطريقة تانية زي ما احنا شايفين، الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم، ولكن تتحول من صورة إلى إيه؟ إلى أخرى، هما الاتنين حاجة واحدة اللي هو قانون بقاء إيه؟ اللي هو الطاقة. جهاز يستخدم في تحويل الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربية، أو جهاز يتكون من محلول حمضي ينغمس فيه معدنيين مختلفين اللي هو الخرسين والنحاس يعني، متصلين بسلك. ايه ده؟ تعريف ايه ده؟ وبقول لي جهاز، يبقى ده عبارة عن مين؟ العمود الكهربي البسيط. التلوث الناتج عن محطات تقوية إرسال التليفون المحمول، طبعا ده عبارة عن مين؟ التلوث ايه؟ التلوث الكهرومغناطيسي. اذكر اسم الجهاز يستخدم في تحويل أول حاجة طاقة الوضع إلى طاقة حركة والعكس، رايح جاي بالعكس كده بالتبادل، طبعا ده مين؟ البندول البسيط. البندول البسيط. الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربية، طبعا ده تحويل مباشر من شمس إلى أي كهرباء، طبعا دي بسميها الخلايا الشمسية، الخلايا الشمسية. الطاقة الكهربية إلى طاقة حركية، والله عندنا أمثلة زي اللي هي المروحة مثلا، زي اللي هي مكنة اللي هي الخياطة، كل دي أمثلة عليها. الطاقة الحرارية إلى طاقة حركية، حرارية الحركية زي اللي هي مين؟ السيارة اللي هي آلة الاحتراق الداخلي، آلة الاحتراق الداخلي في السيارة. الطاقة الكهربية إلى صوتية، من كهرباء لصوت زي الراديو. الكهربية إلى ضوئية وحرارية زي المصباح، المصباح الكهربي. كهربية الحرارية، كهرباء الحرارة زي المكوى. النووية الكهربية طبعا زي مين؟ المفاعل النووي.
المفاعلات النووية. اذكر تحولات الطاقة في كل مما يأتي، يعني تتحول من إيه لإيه؟ السهم المنطلق من وتر مشدود، طب هنا تحولت منين؟ من وضع، من طاقة وضع إلى طاقة إيه؟ إلى طاقة حركة. العمود الجاف اللي هو حجر البطارية طبعا من كيميائية، من طاقة كيميائية إلى طاقة هيطلع لي كهرباء إلى كهربية. المصباح الكهربي، والله المصباح هنوره بإيه؟ بالكهرباء، يبقى من كهربية هيطلع لي إيه؟ هيطلع لي ضوء وهيطلع حرارة، يبقى ضوئية وحرارية. الدينامو طبعا بيحول اللي هي الطاقة اللي هي الحركية، وممكن أقول عليها ميكانيكية، إلى طاقة إيه؟ هيطلع لي كهرباء كهربية. الجرس الكهربي طبعا من طاقة كهربية إلى طاقة إيه؟ صوتية. أثناء مرور كرة البندول بموضع السكون تكون طاقة الحركة وطاقة وضعها، أثناء مرور كرة البندول بموضع السكون تكون طاقة الحركة، طاقة الحركة الأول يا ترى كبيرة ولا صغيرة؟ طبعا طاقة الحركة طالما موضع السكون هتكون أكبر ما يمكن، أكبر ما يمكن، وطاقة الوضع بتاعها العكس بقى اللي هي إيه؟ أقل ما يمكن. عند وصول كرة البندول إلى أعلى نقطة، نعكس بقى الكلام أهو، فإن طاقة حركتها تساوي، طبعا هتساوي صفر في الحالة ديت، وطاقة وضعها تساوي اللي هي إيه؟ طبعا اللي هي الطاقة، طاقة الوضع عندنا هنا في الحالة ديت أهو هتساوي مين؟ الطاقة إيه؟ الميكانيكية. بيقول لي تساوي، خلي بالي، تساوي الطاقة إيه؟ الميكانيكية. في البندول البسيط يحدث تبادل طاقتي، طبعا الوضع وإيه؟ الوضع والحركة. يتركب العمود الكهربي البسيط من قطب موجب، مين الموجب؟ اللي هو مين؟ النحاس. ومين السالب والقطب السالب اللي هو مين؟ اللي هو الخرسين. مغموسان في حمض، حمض ايه؟ كبريتيك ايه؟ مخفف، كبريتيك مخفف. ينتقل التيار الكهربي في العمود الكهربي البسيط من لوح مين للوح مين؟ من القطب الموجب للسالب، من النحاس يعني إلى الخرسين، يبقى بيتنقل من القطب الموجب لقطب ايه؟ السالب. في ماكينة الحياكة اللي هي الخياطة تتحول الطاقة ايه؟ أنا بشغلها بالكهرباء، يبقى الطاقة الكهربية هتتحول إلى طاقة إيه؟ بيدينا حركة حركية. في المدفأة الكهربية تتحول الطاقة إيه؟ طبعا بشغلها مدفأة كهربية، يعني بشغلها بالكهرباء، خلي بالي، الطاقة الكهربية هيدينا إيه؟ حرارة، يعني طاقة حرارية. يختزن الوقود، يختزن الوقود طاقة طبعا اسمها طاقة إيه؟ كيميائية. تتحول بالاحتراق إلى طاقة، إلى طاقة إيه؟ إلى طاقة حرارية. داخل مين؟ آلة الاحتراق الداخلي لإيه؟ للسيارة. في المروحة الكهربية تتحول الطاقة الكهربية إلى طاقة إيه؟ حركية. في المفاعلات النووية تتحول الطاقة النووية، أحصل منها على طاقة إيه؟ كهربية. من الآثار السلبية للتكنولوجيا استغلال الإنسان لبعضها، في الآثار السلبية، خلي بالي، أول حاجة والله اللي هي الحروب، والحاجة التانية اللي هي التدمير، يبقى عندنا الحروب والقتل والحاجة التانية اللي هي إيه؟ التدمير. شبكات التليفون المحمول تحدث تلوث كهرومغناطيسي، بينما آلات الحفر تحدث تلوث ضوضائي، أصوات عالية. أكمل الجدول التالي. الغسالة الكهربية، هنا مديني اسم الجهاز وهنا عاوز الطاقة المستخدمة والطاقة الناتجة، بحول إيه لإيه يعني؟ فعندنا اللي هي الغسالة بشغلها بإيه؟ بطاقة إيه؟ كهربية، هيطلع لي طاقة إيه؟ هيطلع لي طاقة اللي هي حركية، الغسالة بتلف وتدور. التليفون المحمول طبعا بحول فيه اللي هو التليفون عندنا اللي هو طاقة كهربية اللي هي موجودة في البطارية،
هيطلع لي ممكن صوت منه، ممكن يطلع لي ضوء. فأنا عندي هنا هيطلع لي اللي هي طاقة كهربية إلى طاقة إيه صوتية، أشغل أغاني أشغل أي حاجة، أو طاقة إيه ضوئية. التلفزيون نفس الكلام، صوتية وضوئية. الراديو هحول الطاقة الكهربية إلى طاقة إيه صوتية. اذكر الآثار السلبية للتطبيقات التكنولوجية الآتية. أول حاجة السيارات، عايزين آثار سلبية خلي بالنا مش إيجابية. والله السيارات بتسبب مين؟ بيطلع منها عوادم السيارات اللي هي بتسبب إيه؟ تلوث كيميائي. يبقى هنا تسبب تلوث كيميائي نتيجة العوادم، الدخان اللي بيطلع منها. المبيدات اللي هي الكيميائية طبعا دي بتسبب إيه؟ تلوث كيميائي. والتلوث الكيميائي ده بيكون ليه؟ اللي هي للتربة والمية وكمان إيه؟ الهواء. وكمان الأكل اللي إحنا بناكله كمان ممكن يكون فيه تلوث أو فيه تسمم، وبالتالي هنا بتسبب مين؟ اللي هو إيه؟ التسمم الغذائي. مكبرات الصوت المشكلة بتاعتها اللي هي مكبرات الصوت طبعا اللي هي هتسبب مين؟ تلوث ايه؟ ضوضائي. تلوث ضوضائي. المتفجرات طبعا دي بتسبب اللي هي الموت زي الأنابل كده، وكمان اللي مش هيموت منها هيحصل عملية تشوه، التشوهات ايده تتقطع رجله تتقطع على حسب العاهة اللي هي هجيله. تمام. الأسلحة اللي هي الذرية طبعا دي بتسبب مين؟ الدمار الشامل. شبكات التليفون المحمول طبعا دي بتسبب مين؟ التلوث الكهرومغناطيسي. اختار من العمود بي ما يناسب العمود ايه وقاعد كتابة العبارات كاملة. عندنا أول حاجة كده اللي هي الخلايا الشمسية، يا ترى اللي هي ماشية معاها طبعا بتحول اللي هي الطاقة الشمسية، يبقى نبدأ بالشمس إلى طاقة كهربية، يبقى 1 مع 3. المفاعل اللي هو النووي طبعا بيحول اللي هو الطاقة النووية طاقة نووية إلى طاقة إيه كهربية، يبقى مع 1. السخان اللي هو الكهربي هيحول الكهرباء طاقة كهربية إلى طاقة حرارية. المصباح الكهربي هيحول اللي هي الكهرباء اللي هي طاقة كهربية إلى طاقة ضوئية وحرارية. ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة أو علامة خطأ أمام العبارة الخطأ مع التصويب، لو حاجة غلط أصلحها. طاقة وضع البندول عند أعلى نقطة يصل إليها تساوي 0، هل دي طاقة الوضع ولا طاقة الحركة؟ كده العبارة غلط أصلا، العبارة غلط. المفروض هنا طاقة مين؟ طاقة اللي هي الحركة، عشان بقول لي عند إيه؟ عند أعلى نقطة. تزداد سرعة كرة البندول كلما ابتعدت عن موضع السكون، هل هي تزيد ولا تقل؟ المفروض طبعا العبارة غلط، تقل. سرعة كرة البندول عند مرورها بموضع السكون تساوي 0، هل السرعة تساوي 0؟ طبعا الكلام ده غلط، يبقى العبارة غلط. عندي طبعا هنا عند سرعة كرة البندول عند وصولها لأعلى نقطة بقى، عند إيه؟ عند وصولها، يعني نشطب الجزء ده كده، عند وصولها إلى أعلى نقطة. وممكن هنا أشيل 0 وأقول إيه؟ أكبر ما يمكن. يتولى التيار الكهربي عند غرس أو غمس يعني لوح من النحاس ولوح من الخرسين في ضارن البطاطس. إحنا قلنا الليمون أو البطاطس هيطلع تيار كهربي، يبقى العبارة ديت صح. يتكون العمود الكهربي البسيط من محلول سكري مغموس في معدنين متشابهين متصلين بسلك، هل الكلام ده صح؟ طبعا الكلام ده غلط. أولا محلول حمضي زي حمض كبريتيك مخفف مغموس فيه معدنين إيه مختلفين، 1 نحاس و2 خرسين. في فوانيس السيارة تتحول الطاقة الكهربية لطاقة حرارية، هل الفانوس بتاع العربية يطلع له طاقة حرارية؟ طبعا الكلام ده غلط، هيطلع له طاقة إيه ضوئية بينور. في المكواة
الكهربية تتحول الطاقة الكهربية إلى طاقة حرارية، صح وزي الفل. تسبب المبيدات الكيميائية تلوث كهرومغناطيسي للمية وللتربة والهواء. الكلام ده طبعا غلط، هو مش كهرومغناطيسي، هو تلوث إيه؟ كيميائي. يبقى نشيل كهرومغناطيسي ونكتب مكانها إيه؟ كيميائي. على اللي ما يأتي، أثناء مرور كرة البندول بموضع السكون تكون طاقة الحركة بتاعتها أكبر ما يمكن، يا ترى ليه؟ طاقة الحركة هتكون أكبر ما يمكن علشان السرعة بتاعتها تكون أكبر ما يمكن، لأن السرعة تكون أكبر ما يمكن. عند وصول كرة البندول إلى أعلى نقطة تكون طاقة وضعها مساوية لطاقتها الميكانيكية. احنا عارفين عند أعلى نقطة طاقة الحركة تكون بصفر، والطاقة الميكانيكية بتكون، والطاقة الميكانيكية في الحالة دي بتساوي مين؟ طاقة الوضع، لأن طاقة الوضع بيكون أكبر ما يمكن. يبقى هنا أقول له عند أعلى نقطة تكون طاقة الحركة بتساوي صفر، وطاقة الوضع أكبر ما يمكن، والطاقة الميكانيكية تساوي طاقة مين؟ الحركة. عند وصول كرة البندول إلى أعلى نقطة تكون طاقة الحركة بتاعتها بصفر، يا ترى ليه؟ طبعا لأن السرعة بتاعتها كام أصلا؟ بصفر، لأن السرعة تساوي صفر. واحنا عارفين طاقة الحركة وطاقة الحركة تساوي نص الكتلة في مربع مين؟ مربع السرعة. طالما السرعة بصفر يبقى الباقي كله بصفر. يظل الجسم المتحرك محتفظا بطاقته الميكانيكية أثناء حركته. ليه؟ علشان جسم متحرك زي البندول، علشان طاقة الوضع والحركة هيبدلوا مع بعض لتبادل طاقتي الوضع والحركة، بحيث لو واحدة فيهم نقصت زي مثلا اللي هي، فعندما تقل طاقة الوضع يزداد مين؟ طاقة ايه؟ طاقة الحركة، والعكس صحيح. تتشابه حركة أرجوحة الملاهي مع حركة البندول البسيط، يا ترى ليه؟ علشان هما الاتنين بيبدلوا مين؟ اللي هي طاقتي الوضع وايه؟ والحركة، لتبادل طاقتي الوضع والحركة في كل منهما، هما الاتنين زي بعض، بحيث عندنا هو المجموع اللي هي الطاقة الميكانيكية في أي وقت في أي لحظة هيبقى إيه؟ هيساوي مجموع مين اللي هي إيه؟ الطاقتين دول، هيكون مقدار ثابت يعني. يتولد تيار كهربي عند غمس أو غرس سلك من النحاس وساق من الخرسين داخل ليمونة بعد توصيلهم بمصباح كهربي، يا ترى ليه؟ علشان والله هنا هيتحول لتحول الطاقة الكيميائية اللي هي جوه الليمونة والمعادن، هتتحول لإيه؟ إلى طاقة إيه؟ إلى طاقة كهربية. لا يمثل غمس ساقين من النحاس لاتنين نحاس في محلول حمض كبريتيك مخفف في عمود كهربي بسيط. احنا هنا العمود الكهربي بسيط لازم يكون عندي محلول حمضي، وكمان لازم يكون معدنين مختلفين، هنا الاتنين نحاس، فعشان كده ايه؟ لا يمثل. فهنا اقول له لان العمود الكهربي البسيط يتركب من حمض كبريتيك مخفف ومعدنين مختلفين، زي مين؟ زي النحاس والخرسين. يحظر لمس المصابيح الكهربية بالمنزل أثناء الإضاءة بتاعتها، طبعا عشان بيكون سخنة جدا، لأنها إيه؟ لأنها تصبح ساخنة جدا. تستخدم البطاريات في الدوائر الكهربية، هي البطارية بتحول طاقة إيه لطاقة إيه؟ بتحول طاقة كيميائية لكهربية، لأنها تحول الطاقة الكهربية، الطاقة اللي هي الكيميائية،
إلى طاقة إيه؟ إلى طاقة كهربية. وجود مولد كهربي داخل اللي هو السيارة، والمولد بيعمل إيه؟ والله المولد بيحول الطاقة الميكانيكية اللي هي الحركية لطاقة كهربية، لأنه يحول الطاقة اللي هي الحركية، ممكن أقول ميكانيكية صح، إلى طاقة كهربية. طبعا الطاقة الكهربائية دي هستخدمها بقى في كذا حاجة في السيارة، ممكن هنا أضيء بيها مين اللي هي مصابيح السيارة، ممكن أشغل بيها التكييف، ممكن أشغل بيها الراديو. تمام، ليست كل التطبيقات التكنولوجية لتحولات الطاقة تنال تقدير علماء البيئة، يعني مش كلها كويسة. يا ترى ليه؟ عشان لها آثار سلبية، لأن لبعضها آثار سلبية. وممكن نبدأ أمثلة زي التلوث اللي هو الكيميائي، زي التلوث الضوئي، زي التلوث الكهرومغناطيسي، دي بعض إيه الأمثلة. للتكنولوجيا آثار سلبية، يعني هنا عاوز أمثلة زي إيه؟ طيب الأمثلة والله زي قلنا تلوث كيميائي، في تلوث كهرومغناطيسي، طبعا الكيميائي بيطلع من اللي هي المبيدات الحشرية، كهرومغناطيسي من اللي هي أجهزة المحمول، في الضوضائي من السيارات أو آلات الحفر. تمام، كمان في اللي هو الأنابل والكلام ده اللي هي أسلحة الدمار الشامل، يعني تستخدم طبعا في تدمير البشرية. عندنا كمان اللي هي أسلحة الدمار الشامل اللي هي المفاعلات النووية والأسلحة النووية. يجب الحد من استخدام المبيدات اللي هي الكيميائية، هي بتسبب مين؟ تلوث إيه كيميائي للمية وللهواء وللتربة، وتسمم كمان، لأنها تسبب تلوث كيميائي للهواء والمية والتربة، وكمان إيه بتسبب مين؟ اللي هو إيه؟ تسمم غذائي، الأكل اللي إحنا بناكله ممكن إيه يحصل له تسمم. تعتبر عوادم السيارات من الآثار السلبية للتكنولوجيا. عوادم مين؟ عوادم اللي هي السيارات. يا ترى ليه؟ والله العوادم دي تعتبر مين آثار إيه؟ آثار سلبية، علشان بتسبب مين تلوث إيه كيميائي، لأنها تسبب تلوث كيميائي. ماذا يحدث عند جذب كرة البندول لأعلى ثم طرقها؟ هي هنا اتخزنت جواها اللي هي مين طاقة إيه؟ طاقة الوضع، فهتبدأ تتحول اللي هي طاقة الوضع لطاقة إيه؟ حركة. تمام، وتبدأ برضك اللي هي تتحرك إيه؟ يمينا ويسارا، فهو أقول له هنا تتحرك يمينا ويسارا. تمام، حوالين طبعا موضع مين؟ حوالين اللي هي موضع السكون، والسرعة بتاعتها تقل ولا تزيد؟ طبعا هي هتقل بعد فترة وتقل سرعتها. وصول كرة البندول أثناء حركتها لأعلى نقطة بالنسبة لطاقتي الوضع والحركة، يعني إيه اللي بيحصل بالنسبة لطاقة الوضع وطاقة الحركة لما تصل لأعلى نقطة؟ يا ترى إيه اللي يحصل؟ عندنا طاقة الحركة هتكون بصفر، طاقة تصبح طاقة الحركة تساوي صفر، وطبعا طاقة الوضع أكبر ما يمكن، وطاقة الوضع أكبر ما يمكن. وفي الحالة دي طاقة الوضع هتساوي في الحالة دي اللي هي الطاقة مين؟ الميكانيكية. مرور كرة البندول أثناء حركتها بموضع السكون بالنسبة لطاقة الحركة وطاقة الوضع، موضع مين؟ موضع السكون. طب لما تمر موضع السكون هيكون طاقة الحركة أكبر ما يمكن، تمام، وطاقة الوضع أقل ما يمكن، تصبح طاقة الحركة أكبر ما يمكن وطاقة الوضع أقل ما يمكن. اصطدام كرة البندول متحرك بكرة بندول ساكن، واحد متحرك والتاني ساكن، هيحصل العكس، اللي هي تتحرك اللي هي كرة البندول مين اللي هو الساكن، التانية اللي يحصل لها تقف. يبقى عندي هنا تتحرك كرة البندول الساكن بينما تتوقف كرة البندول المتحرك. غمس معدنين مختلفين ومتصلان بسلك في محلول حمضي، ايه اللي هيحصل؟ طبعا هتطلع لي كهرباء، يتولد
تيار كهربي لتحول الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربية. لف السلك المتصل بمعدني العمود الكهربي البسيط حول البوصلة، أو يجيبها لي بطريقة تانية، لف بوصلة بسلك يتصل أحد طرفيه بساق من النحاس والآخر بساق من إيمان الخرسين، وكلاهما مغموسان في ليمونة لينة. في الحالتين دول إيه اللي هيحصل؟ المؤشر بتاع اللي هو البوصلة يتحرك، فهنا يتحرك مؤشر البوصلة، دليل على تولد تيار كهربي. طبعا الطاقة اللي هي الكيميائية تتحول لطاقة إيه؟ كهربية. احتراق الوقود في آلة الاحتراق الداخلي للسيارة هيكون نتيجة الكلام ده إيه؟ احتراق الوقود في آلة السيارة. والله الوقود ده عبارة عن إيه؟ طاقة إيه؟ كيميائية، تمام؟ متخزن فين في الوقود؟ هيتحول لطاقة إيه؟ حرارية. الطاقة الحرارية دي تبدأ تتحول إلى طاقة إيه؟ ميكانيكية. يبقى تتحول الطاقة الكيميائية، طبعا الطاقة الكيميائية اللي هي موجودة فين في الوقود، إلى طاقة حرارية، والحرارية تتحول لطاقة إيه؟ إلى طاقة إيه؟ اللي هي ميكانيكية. والطاقة الميكانيكية دي هي اللي تحرك مين؟ السيارة. الإسراف في استخدام المبيدات الكيميائية، الإسراف ومبيدات كيميائية، المبيدات بتعمل إيه؟ تؤدي إلى تلوث كيميائي، حيث تسبب تلوث المية والهواء والتربة، وكمان تسمم إيه؟ تسمم غذائي. إنشاء شبكات التليفون المحمول بالقرب من اللي هي المنشآت، إحنا عارفين طبعا لو التليفون المحمول له آثار سلبية فهيجيب مين؟ تلوث مين؟ اللي هو إيه؟ اللي هو كهرومغناطيسي، يسبب تلوث كهرومغناطيسي. بندول متحرك طاقاته الميكانيكية بتساوي 20 جول. احسب طاقة الوضع وطاقة الحركة عند أعلى نقطة يصل إليها بعيدا عن موضع السكون، أو عاوز فين؟ عند أعلى إيه؟ عند أعلى نقطة. طب ما احنا عارفين عند أعلى نقطة الطاقة اللي هي الحركة بتساوي صفر، تمام؟ وبالتالي طاقة الحركة تساوي كام؟ صفر. يبقى أول حاجة كده عندنا طاقة الحركة تساوي صفر، تمام؟ عشان السرعة تكون بصفر. طب طاقة اللي هي الوضع، وعاوز حاجتين، طاقة الوضع وطاقة مين؟ وطاقة الحركة. طاقة اللي هي طاقة الوضع في الحالة ديت هتساوي مين؟ الطاقة الميكانيكية، وهو ايه اللي بكام اصلا؟ ايه اللي بعشرين؟ يبقى بتساوي كام؟ 20 جول. بندول متحرك كتلته 3 كيلو جرام، دي الكتلة. طاقة الوضع عند أعلى نقطة بعيدا عن موضع سكونه 12 جول، دي طاقة مين؟ طاقة اللي هي الوضع بتاعته، طاقة الوضع. احسب أقصى ارتفاع من سطح الأرض يصل إليه البندول بعيدا عن موضع سكونه أثناء إيه؟ الحركة بتاعته. عاوز مين؟ أقصى ارتفاع، عاوز الارتفاع بتاعه. طيب هنا عشان نجيب الارتفاع احنا عارفين طبعا اللي هو الارتفاع، أقصى ارتفاع عشان أحسبه بيساوي اللي هو طاقة اللي هو الوضع على الوزن، وبالتالي الوزن مش موجود عندنا، لازم نحسب مين الأول؟ الوزن. احنا عارفين الوزن بيساوي اللي هو الكتلة في عجلة الجاذبية الأرضية. طب الكتلة من الجانب كام؟ بتلاتة. في العجلة بكام؟ الجانب كام؟ بعشرة. يبقى 3 في 10 هيطلع لي كام؟ 30. أنا بجيب إيه؟ الوزن، الوحدة بتاعته إيه؟ اللي هي النيوتن. هنبدأ بقى نعوض في القانون بتاعنا اللي هو ده، يبقى أقصى ارتفاع بيساوي طاقة الوضع على الوزن. هو مديني في مسألة طاقة الوضع اللي بكام؟ طاقة الوضع اللي ب 12، يبقى 12، يبقى عند 12 على اللي هي الوزن اللي احنا جبناه بكام؟ ب 30.
لما اقسم ده على ده هيطلع لي 4 من 10. انا بجيب هنا ايه؟ ارتفاع. الارتفاع الواحدة بتاعته ايه؟ بالمتر. المطلوب التاني عاوز تخطي حركة البندول عند اعلى نقطة بعيدا عن موضع مين؟ بعيدا عن موضع سكونه. تخط الحركة عند أعلى نقطة بتساوي كام؟ بتساوي صفر. يبقى أقول له بتساوي صفر لأن السرعة بتساوي صفر. بندول متحرك الكتلة بتاعته 5 كيلو جرام، دي الكتلة. طاقة الميكانيكية 200 جول. طاقة الوضع عند موضع السكون 50 جول. احسب ارتفاع البندول عند موضع السكون عن سطح الأرض. طب ما احنا لسه قايلين القانون في المسألة اللي قبليه، احنا لسه قايلين إن الارتفاع علشان أحسبه بيساوي طاقة الوضع على مين؟ على الوزن. طيب هل الوزن موجود عندنا؟ لا، فلازم نحسب مين الأول؟ لازم نحسب الوزن. فالوزن عندنا بيساوي اللي هي الكتلة في عجلة الجاذبية الأرضية. الكتلة مداني بكام؟ بـ5، والعجلة هي اللي بكام؟ بـ10. بـ10 يطلع لي 50. أنا بجيب الوزن وحدته إيه؟ النيوتن. ده أول حاجة. بعد كده أبدأ أعوض في القانون بتاعي اللي هو الارتفاع بيساوي طاقة الوضع على مين؟ على الوزن. يساوي تحت يساوي طاقة الوضع وهي اللي بكام؟ طاقة الوضع. نرجع لمسألة كده. طاقة ميكانيكية 200 وطاقة الوضع كام؟ 50. يبقى بـ50. 50. واحنا لسه جايبين الوزن بكام؟ على مين؟ على الوزن. الوزن بكام؟ بـ50. يبقى 50 على 50 هيطلع لي 1. انا بجيب ارتفاع يبقى ايه؟ متر. ده هو المطلوب. المطلوب التاني عاوز طاقة الوضع البندول عند أقصى ارتفاع تصل إليه. عاوز طاقة مين؟ طاقة الوضع. طب ما احنا عارفين طاقة الوضع عند أقصى ارتفاع تساوي مين؟ تساوي اللي هي الطاقة الميكانيكية، لأن طاقة الحركة بتساوي صفر. والطاقة الميكانيكية اللي بكام؟ بـ200 جول. يبقى بتساوي 200 جول. الشكل المقابل يوضح حركة البندول. كتلته 1 كيلو جرام، يبقى الكتلة بتاعته 1 كيلو جرام. طاقة الحركة بتاعته أثناء مرور بموضع السكون 8 جول، دي طاقة مين؟ طاقة الحركة. احسب الطاقة الميكانيكية عند أعلى نقطة يصل إليها بعيدا عن موضع سكونه، ومدينا هنا عجلة الجاذبية بكام؟ بـ10 متر كل ثانية. وعاوز مين؟ عاوز الطاقة الميكانيكية. طب ما احنا عارفين الطاقة الميكانيكية هنا بيقول لي ايه؟ عند أعلى نقطة. عند أعلى نقطة، وعند أعلى نقطة بتساوي مين؟ بتساوي اللي هي طاقة الوضع فقط، لأن طاقة الحركة بتساوي صفر. يبقى هنا عند أعلى نقطة هتساوي مين؟ طاقة الوضع. يبقى بالتالي هنا هنحسب مين؟ اللي هي طاقة ايه؟ طاقة الوضع. طيب هي طاقة الوضع بتساوي ايه؟ والله احنا عارفين طاقة الوضع بتساوي اللي هو الوزن في الارتفاع، بس المشكلة ما عندناش الوزن، وبالتالي بنحسب مين الأول؟ الوزن. فالوزن بيساوي، الوزن زي ما احنا عارفين بيساوي الكتلة في عجلة الجاذبية الأرضية. الكتلة اللي بكام؟ بـ1 كيلو جرام. بـ1 كيلو جرام. والعجلة اللي بكام؟ بـ10. يبقى في 10 هيطلع لي كام؟ 10. أنا بجيب الوزن وحدته النيوتن. هنقعد بقى في القانون أقول له إذا طاقة الوضع بتساوي الوزن في الارتفاع. الوزن جبناه بكام؟ بـ10. الارتفاع هو مدوني بكام؟ الارتفاع نشوفها كده، يديني الارتفاع بكام؟ الارتفاع اللي بـ1، صح كده؟ أه، بـ1 إيه؟ بـ1 متر. يبقى 10 في كام؟ 10 في 1 هيطلع لي ايه؟ 10. انا بجيب طاقة وحدتها ايه؟ الجول. عاوز الحاجة التانية سرعته لحظة مروره بموضع السكون. السرعة بتاعته لحظة مرور مين بموضع السكون؟ عاوز عين يعني. طب احنا عارفين المربع اللي احنا بنستخدمه، نعمله كده في جنب. عندنا هنا طاقة الحركة في 2، وهنا الكتلة، وهنا مربع السرعة. احنا عاوزين نجيب السرعة، نحط ايدينا عليها، يبقى ده في ده على ده. يبقى عندي مربع السرعة بيساوي اللي هو 2، أو طاقة الحركة في 2 على مين؟ على الكتلة. طيب حلو أوي. يساوي
طاقة الحركة من الجانب كام؟ نشوف كده من الجانب كام طاقة الحركة، وطاقة حركته أثناء مرور موضع السكون كام؟ 8 جول. يبقى من الجانب كام؟ 8. يبقى 8 في 2 على الكتلة. كتلة الجسم بكام؟ بواحد ايه؟ 1 كيلو جرام. يبقى على 1. 8 في 2 ب16. هنا عاوز اجيب مين؟ عين بس، فاجيب الجذر بتاع ده، يعني ايه اللي انضرب في نفسه؟ يطلع لي 4. يبقى نجيب الجذر التربيعي بتاعه، هيطلع لي كام؟ 4. 4 ايه؟ متر لكل ثانية، علشان بجيب هنا ايه؟ السرعة. يبقى السرعة عندي طلعت بكام؟ ب 4 متر لكل ثانية. ادرس الأشكال التالية ثم أجب عما يأتي. في الشكل المقابل جزء من حركة بندول بسيط من A ل B، من A إلى B، ماشي. عند أي موضع طاقة الحركة تساوي صفر، احنا عاوزين طاقة الحركة فين بتساوي صفر؟ هنا عند نقطة مين؟ عند نقطة B. يبقى عند نقطة B نو عند النقطة B، لأن عند نقطة B بيكون طاقة الوضع أكبر ما يمكن وطاقة الحركة بتساوي صفر. هنا بقى عند إيه؟ العكس. ما هو نوع الطاقة التي لا تتغير في موضع A و B؟ نوع الطاقة إيه اللي ما بتتغيرش؟ والله عندنا هنا في الحالتين سواء A أو B اللي هي الطاقة الميكانيكية هنا مش هتتغير، الطاقة الميكانيكية هي اللي كناها ثابتة. ليه؟ علشان ما بيحصل نقص في الطاقة حركة، مين اللي هيزيد معايا طاقة الوضع؟ ولو حصل ليا نقص في اللي هي الوضع، مين اللي هيزيد معايا طاقة ايه؟ طاقة الحركة. احنا قلنا عند النقطة B طاقة الوضع أكبر ما يمكن وطاقة الحركة بتساوي صفر. عند النقطة A بقى العكس، طاقة الحركة أكبر ما يمكن أما طاقة الوضع أقل ما يمكن. في الشكل المقابل ماذا يحدث لإبرة البوصلة عندها؟ أول حاجة كده عندنا غرس طرف سلك النحاس في الليمونة وبما تفسر. ساعة ما هنا أغرس اللي هو سلك النحاس في طرف الليمونة، إيه اللي هيحصل؟ يعني عندي ده متصل أهو زي ما إحنا شايفين، اللي هو مين؟ اللي هو الساق بتاع الخرسين. خلي بالنا هنا ساعة ما أوصل بقى ده بالليمونة، إيه اللي هيحصل؟ طبعا عندنا اللي هي الإبرة بتاعت مين؟ اللي هي البوصلة، هتبدأ إيه؟ تنحرف في اتجاه معين. الكلام ده طبعا نتيجة اللي هي تحول الطاقة الكيميائية إلى طاقة إيه؟ كهربائية. استبدال ساق الخرسين بساق من النحاس، شلنا الخرسين ده حطينا مكانه ايه؟ نحاس، يعني هما الاتنين اصبحوا نحاس. في الحالة ديت اهو لا تنحرف مين؟ اللي هي ابرة مين؟ اللي هي البوصلة، لعدم تولد التيار الكهربي. رقم 3، استبدال الليمونة بدرن البطاطس، هتنحرف برضك مين؟ اللي هي ايه؟ اللي هي ابرة مين؟ اللي هي البوصلة. وضح تحولات الطاقة داخل الليمونة، إيه اللي الطاقة اتحولت لإيه؟ والله عندنا جوه الليمونة هنا اتحولت اللي هي الطاقة الكيميائية، الطاقة الكيميائية هتتحول إلى طاقة إيه؟ كهربية. وطبعا ما أعرف الكلام ده من خلال مين؟ انحرف مين؟ مؤشر إيه؟ البوصلة. من الشكل المقابل ما اسم الجهاز الذي يمثله الشكل؟ إيه الشكل اللي قدام ده؟ طبعا ده عبارة عن مين؟ عبارة عن العمود الكهربي البسيط. طبعا السؤال ده مهم جدا، بيجي دايما كتير في الامتحانات. اكتب ما تشير اليه الارقام. عندنا الارقام هنا، رقم 1 ده عبارة عن ايه؟ اللي هو لوح نحاس، عشان قطب موجب خلي بالنا عرفنا من كده، لو هو كان سالب كنت قلت له لوح خرسين. رقم 2 ده حمض كبريتيك مخفف. 3 ده عبارة عن إناء زجاجي، إناء زجاجي. رقم 4 ده اللي هو القطب السالب قدامي اهو، طبعا ده عبارة عن ايه؟ لوح ايه؟ لوح خرسين. اكتب رموز العناصر المكونة للوحين 1 و4. 1 فين؟ 1 اهو، النحاس يعني الرمز بتاعه Cu، رمز النحاس، والخرسين اللي هو Zn. اذكر فكرة عمل الجهاز. والله الفكرة بتاعته بيحول الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربية. يبقى عند هنا الفكرة بتاعته تحويل الطاقة الكيميائية لطاقة إيه؟ كهربية. اذكر اتجاه مرور التيار الكهربي في السلك من القطب الموجب إلى القطب السالب، من الموجب اللي هو لوح النحاس إلى القطب السالب اللي هو مين؟ لوح مين؟ لوح الخرسين. من القطب الموجب إلى إيه؟ القطب السالب.
من الدائرتين التاليتين، ما هي تحولات الطاقة الحادثة عند غلق المفتاح في كل دائرة؟ طب عندنا كده أول مفتاح، ده مفتاح وده بطارية ودي أسلاك وده مصباح كهربي. الدائرة التانية مفتاح بطارية جرس كهربي. فعندنا هنا في أول واحدة هنا عاوزين تحولات الطاقة، فرقم واحد عندنا اللي هي فيها المصباح، يعني عندي طاقة كهربية. طاقة إيه؟ كهربية. الأول الطاقة الكيميائية اللي هي جوه مين؟ جوه اللي هي البطارية. هنبدأ بالطاقة الكيميائية، هتتحول إلى طاقة إيه؟ كهربية. والطاقة الكهربية تعمل إيه في المصباح؟ هيبدأ يطلع لي طاقة ضوئية وطاقة حرارية. أقولها تاني، يبقى في رقم واحد ديت اللي هي الدائرة رقم واحد هتتحول لطاقة كيميائية إلى كهربية، وهنا تتحول إلى طاقة ضوئية وضوئية، ضوئية وحرارية. ناخد رقم اتنين كده، هتتحول برضك اللي هي الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربية، بس هنا بقى كهربية تتحول لإيه؟ إلى طاقة صوتية في الجرس. ماذا تشعر عند لمس المصباح الكهربي بعد غلق المفتاح لفترة في الدائرة رقم واحد؟ طبعا هشعر بسخونة، هيبدأ إيه؟ يسخن اللي هو مين؟ المصباح إيه؟ الكهربي. أي الدائرتين تصلح لتنبيه شخص؟ أول حاجة فاقد حاسة السمع، ما بيسمعش، ما بيسمعش يعني بيشوف، يبقى نستخدم مين؟ رقم واحد. فاقد حاسة الإبصار، واحد ما بيشوفش، يبقى هنا هنستخدم مين؟ اللي هي إيه؟ اللي هي الدائرة. هنا بقول لفاقد مين؟ حاسة مين؟ حاسة اللي هي الإبصار، هو ما بيشوفش بس بيسمع، وبالتالي هنا هنستخدم مين؟ الجرس اللي هي الدائرة رقم كام؟ رقم اتنين. يا رب كون فهمنا، ما تنسوناش من صالح دعواكم. كان معكم مستر طارق، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.